مواعيد سقفية كتيرة رح منكون على موعد معه وضمن برنامج زكي نصيف الموسيقي يلي بتنظمه الجامعة الأمريكية ببيروت، موعد جديد مع الفنان شرب الروحانة ب 15 من الشهر الحالي تحت عنوان باساج، بتشهده الأسامبلي هول على الساعة 8 المساء. اللي كنا عم نشوفها هلا هي حفله مندومه من ابرز الموسيقيين اللبنانيين يلي قدروا انه يتركوا علامه فارقه لبنانيا وعربيا من خلال الاناشيد والقصائد يلي لحنوها لكبار الشعراء الاخوان فليفل يلي كانوا محور بحث بكتاب خاص حمل عنوان اللحن الثائر من اعداد محمد كريم والعميد جورج حرو. الكتاب رح يكون مرفق مع اسطوانات خاصه بالاخوان فليفل مع ابرز اعمالهم من اغاني وطنيه وقوميه وحتى خاصه بالاطفال، وقصر اليونسكو رح يشهد على اطلاق الكتاب ب 11 الشهر بيتخلله حفل للاوركسترا الوطنيه بقياده العميد حرو. كنا عم نسمع هلا جزء من اعمال اخوان فليفل. لكل محبي فن وموسيقى الفنان زياد الرحباني وضمن الامسيات اللي عم بيقدمها موعدين جداد وهالمره بصيدا ب 9 و10 من الشهر الحالي. فوق الصفر هو عنوان العرض المسرحي الراقص يلي بيعبر عن تساؤلات يلي بيطرحها كل مواطن بزمن الحرب، عمل من رحم الحرب السورية واللجوء السياسي والهجرة، بيشترك فيه 8 مؤديين وثلاث موسيقيين، تأليف الموسيقى لمازن السيد، الشعر والغناء لهاني السواح وشادي علي ومازن السيد أيضا، كوريغراف لحور ملص والإخراج لأسامة حلال. عرض وحيد لهالعمل بيكون بكرة الساعة 8:30 خشبة مسرح بابل. ضمن البرنامج الموسيقي يلي بتقدمه خشبة مسرح مترو المدينة وبإطار بيروت سبيكس جاز، موعد مع حفل إطلاق ألبوم جديد للموسيقي روني عفيف تحت عنوان ظروف، بيتضمن الألبوم 8 مقطوعات موسيقية ممزوجة بين الجاز والموسيقى الشرقية. إذا إطلاق الألبوم مرافق مع أمسية موسيقية، روني عفيف على الدرامز، طارق يمني بيانو وعمر حرب على البيس. الموعد مساء اليوم الثلاثاء الساعة 10 المساء مترو المدينة، ورح ينضم لنا خلال الحلقة روني عفيف لنحكي أكثر عن إطلاق الألبوم. ضمن المهرجان يلي شهدته أسواق العاصمة خلال أيام الأضحى المبارك من تنظيم من جمعية الإرشاد والإصلاح، كان بعض اللقطات من مسرحية غريبة قصتنا لمركز غدي، وهي مسرحية تربوية غنائية. هالعمل رح يتم عرضه كامل بقصر اليونسكو مساء اليوم وبكرة الساعة 5 بعد الظهر.
مثل كل عام كل محبي ومتذوقي المبيد بيكونوا على موعد مع المهرجان اللبناني للمبيد فاين فاست بالايبودرام بايبودروم دو بارك بيروت. كل زوار هالمهرجان بيقدروا يتعرفوا ويستمتعوا على كل انواع المبيد اللبناني، ورح يترافق المهرجان مع موسيقى. المهرجان اذا بيبدا بكره وبيستمر لغايه 11 الشهر من الساعه 6:30 لل 11 بالليل. ضمن برنامج مهرجان بيروت الدولي للسينما بدورته ال 14 يلي بدأ بأول الشهر ومستمر لغاية 9 من الشهر الحالي، عم بيستقبل أفلام عربية وعالمية. اليوم موعد مع عدة عروض من Story of Children and Film لمارك كوزنز، باستاردو لنجيب بلداخي، وفواياج تو إيطالي لروبرتو روسيليني. العروض رح بتكون بسينما أبراج. Ever since we realized how little we meant to each other, you've done everything you could to make things worse. And what about you? You haven't said a word or made a gesture to try to save what little is left of our marriage. إذن هيدول مشاهد من فواياج تو إيطالي. رح نرجع ننتقل عند جوال لنشوف حركة السير لليوم الثلاثاء. أكيد رح بتكون حركة السير كتير ناشطة اليوم. أكيد من بعد عطلة 3 أيام تعود الحركة بشكل طبيعي إلى بيروت ومداخل العاصمة، ولنعرف أكثر جولة عبر الكاميرات نبداها من جسر سليم سلام يلي عم بيشهد حركة سير ناشطة خاصة باتجاه بيروت. أوتوستراد الزلقة كذلك الأمر مع حركة بطيئة للسيارات. ننتقل إلى رون بوان صيدا يلي كمان عم بيشهد حركة ناشطة إنما من دون توقف، وبجونيا حركة كثيفة وناشطة باتجاه بيروت على الأوتوستراد، وبنختم مع مثلث خلدة يلي كمان عم بيشهد على حركة ناشطة وكثيفة بكل المحاور. المؤهل جهاد أبو زكي معنا على الخط من غرفة التحكم للمرور ببيروت. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. يعطيك العافية، تفضل. الله يعافيك. أنا بدي أبدأ من جوني بحركة سير. أيضا جوني عم تشهد حركة كثيفة على المحور الغربي باتجاه بيروت، عم تتراوح ما بين الكازينو وصولا حتى نهر الكلب. نكفي على نفس المسلك المدخل الشمالي دبي انطليه الجليديب وصولا لنهر الموت حتى الكارنتينا على امتداده، وعم بيشهد حركه سير كثيفه. الصالومي باتجاه الحايك، الحايك باتجاه جسر الواطي سوق الاحد. بنتقل على المدخل الجنوبي خالدي باتجاه الانفاق. سليم سلام وصولا لوسط بيروت، يعني المدينه الرياضيه جسر الكولا نفق سليم سلام وكورنيش المزرعه على المسلكين. هذه فيما خص الحركة الصباحية لليوم. أوكي. فيما خص الحوادث. حوادث التي وقعت خلال 24 ساعة ونتج عنها أضرار جسدية، هي 11 حادث نتج عنهم للأسف قتيلين و12 نتج عنهم؟ نعم. نتج عنهم؟ هن 11 حادث نتج عنهم قتيلين للأسف و12 جريح. توزعوا الشكل التالي: محافظة بيروت عندنا حادثين نتج عنهم 3 جرحى، جبل لبنان 4 حوادث 4 جرحى شمال حادثين قتيل وجريحين، البقاع ايضا حادثين نتج عنهم جريحين، والجنوب نتج حادث واحد نتج عنه قتيل. اسباب الحوادث سرعه زايده وتلهي اثناء القياده. فيما خص التدابير الاستثنائيه ما في عندنا اي تدابير استثنائيه، بس في اشغال على الطرقات. مبروك التصفيت يلي صار باتجاه بيروت على الاوتوستراد. نعم. اي اعمال ثانيه عم بتصير او اشغال؟ ما في اي اعمال لحد اللحظه، اي اعمال على الطرقات. نعم. شكرا لك المؤهل جهاد ابو زكي، يعطيك العافيه. بنتمنى لك نهار ممتع وحلو، واكيد بنحكيكم بكره لنعرف اكثر تفاصيل حول حركه السير الصباحيه. بريك بنرجع نتابع اخبار الصباح.